أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن دعم جلالة الملك المفدى للمسيرة الديمقراطية يعد استمرارية لأسس بناء وتطوير أجهزة الدولة، بما يخدم تطلعات الشعب بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقال معانيه في كلمته الافتتاحية للندوة الحوارية مئوية الانتخابات في البحرين التي نظمها مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي عبر الاتصال المرئي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إصدار أول نظام انتخابي في تاريخ البحرين والمنطقة، والذي يأتي في إطار احتفاء المركز بمئويات تأسيس مؤسسات الدولة البحرينية الحديثة، بأن صدور قانون بلدية المنامة الأساسي شكل النواة التاريخية للمشاركة الشعبية المبكرة والفاعلة في إدارة شؤون المجتمع ومصالحه، مشيرا إلى أن مجمل التطورات التي شهدتها مسيرة الانتخابات حققت مملكة البحرين نجاحا واسعا في جميع محطات العمل الديمقراطي، والذي توج بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وشارك في الندوة 4 متحدثين تناولوا مئوية الانتخابات من منظور تاريخي وتحليلي، حيث بدأ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بتقديم عرض لمئوية الانتخابات. من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز أبول عضو مجلس الشورى بأن البحرين كرست أسس الديمقراطية ومبدأ الانتخاب العام المباشر للمؤسسات البلدية والتشريعية للدولة، فيما استعرض الباحث بإدارة مركز الوثائق التاريخية يوسف عقيل إسحاق مراحل تطور النظم والعملية الانتخابية. من جانبها أكدت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين حرصت على دعم عوامل نجاح العملية الانتخابية منذ عام 2002، وأشارت أن ضمان استمرارية الدورات الانتخابية وإقامتها في مواعيدها الدستورية المحددة والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية هي عناصر تدل على ثبات النظام الانتخابي وتعزيز الديمقراطية في اتخاذ القرار. وتطرقت إلى دور المرأة البحرينية في تفعيل العمل الديمقراطي في عهد جلالة الملك المفدى.